يشاركوا في البرنامج بما فيهم عبد الكريم وانا نقرا مقتطف قصير من المطبوعه بتاعه البرنامج الزين اللي هي بشكل ما بتحاول تفكر في شكل البرنامج ده وبتحاول تطرح بعض الافكار اللي احنا اتناقشنا فيها بحيث ان احنا نعرف ناخد كونفرسيشن اوسع حوالينها. فممكن لو حد عايز يبتدي من الاكسربت اللي عايزين نطرحها للنقاش. انتي ممكن تبتدي باي جزء من المطبوعه انت كان بالنسبه لك بيقول حاجه ليها مردود على تجربتك انت او فكره عايزه تطرحيها للنقاش، يعني مش لازم من الورشه. ممكن ابدا بالكلام عن محاولات لفهم الواقع. اوكي خلاص، يعني وصلتوا له كلكم. هو المطويه دي او الجزء ده من الزين اصلا كان بيتكلم عن اجور الفنانين والفن والفرق بين الفن التجاري وامتى بيكون فن تجاري وايه هو عكس الفن التجاري اصلا. وكان بيناقش برضو حاجة مهمة قوي من وجهة نظري، فكرة الاكسبوجر كعملة كارتست فيز، ان ازاي الاكسبوجر او زي ما انجي مثلا كاتبة في اول حاجة التعريض او المعرض بيعتبر ان هو ارتست فيز، ان في احيانا كتير بيكون في المعارض او اي حاجة بتتعمل اي فعالية ليها علاقة بالفن بيكون الكيوريتور او الجهة المنظمة بتعتمد على انه انت فنان صغير، فاحنا العملة اللي هندفع لك بيها اتعاب الفنان بتاعتك هي ان احنا هنعرض لك فالناس هتعرفك. ففي كذا نص مكتوب عن مفهوم الاكسبوجر ومفهوم الفن التجاري في المطوية دي. ممكن مش عارفة اقرأ حاجة منهم. مثلا في مثلا عن مفهوم الفن التجاري هنا او الكوميرشال تجاري انه قائم بشكل اساسي على فعل التجاره، فهو سلعه استهلاكيه بصوره كبيره، ويكون سوق الفن اللاعب الرئيسي هنا بكل ما يندرج تحته من لاعبين موزعين جامعيين مفوضين ديلرز كولكترز كوميشنرز. فالفن التجاري يهتم تماما ويحتفل بلحظة بيعه او حتى المزايدة عليه في بعض الحالات وصولا الى لحظة اقتنائه، فهذه اللحظة هي غايته بغض النظر عن ما يسبقها. فلا يشترط ان يكون في لحظة عرضه مهتما بنشر معرفي او اثارة جدل او نقاش او حتى مجرد لفت الانتباه الى قضية ما، فهو يسوق لبيعه وليس لمحتواه. لذلك هو فن يهتم بشكل كبير باتجاهات مثل مادية الأعمال والوسائط التقليدية كالتصوير والرسم والفوتوغرافيا وكذلك جماليات الأعمال الفنية. هنا ده كان تعريف للفن التجاري من وجهة نظر يعني حد من اللي كتبوا في المطوية دي. ويمكن كان في حاجة تانية بتكملها في صفحة تانية في نفس المطوية دي عن ازاي هو بقى ليه فن تجاري اصلا، ليه بيهتم بايه بالضبط، ايه المعايير اللي بيهتم بيها بشكل مفصل علشان يكون فن تجاري، خصوصا في الفوتوغرافيا او في البينتينج او في الحاجات اللي اتطرحت هنا. بس لو حد حابب يكمل. المفروض اخد راحتكم في ان انتم تردوا او تعلقوا على اي وقت، يعني ما عندناش وقت للكيو ان اي وقت تاني معاكم. اكمل حاجه ثانيه؟ فكره التعليم البديل، كنا في تساؤل دايما احنا كنا ايه التعليم البديل، هو التعليم البديل لايه اصلا. فكان في مناقشات اللي هو التعليم البديل هو اللي جاي من بره مثلا، فهو عشان احسن فهو بديل، فهو
احسن. فهو ايه التعليم البديل؟ ممكن اطرح سؤال ده للناس كلها، يعني ايه التعليم البديل بالنسبه ليكوا؟ يعني هل عشان حاجه غريبه مثلا فهي بديله، ولا هي عشان طريقه معينه بايديولوجيه معينه او باسلوب معين غير التعليم الموجود في؟ وهل هي في موجود تعليم بديل في مصر اصلا ولا مش موجود؟ في الفن صح؟ في الفن اه عامه. انا اظن التعليم البديل هو يعني لما نتكلم عن التعليم التراديشنال كده، هو قصدي يعني هو التعليم التراديشنال يجي من جهه مالكه للنوليدج للمعرفه لطلبه لساتهم في البدايه، فهي عمليه نقل المعرفة من مؤسسة تمتلك المعرفة دي وكذا إلى ناس لساتهم جايين. بينما التعليم البديل هو ما فيش الاعتبار ده جوات، هو تعليم ممكن يحصل حسب معايير تانية خالص، يعني بمعنى انه ما فيش سلطويه بالموضوع، ما فيش بالضبط. انا كده فهمه يعني. اما لو هو موجود هنا ما اظن، يعني قصدي بالشرق الاوسط كله، هو مش في ناس بتسمي التعليم جاي من بره، قصدي موجود بس بي 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 على شكل مشاريع تحصل كده اظن. وفي لحظة إن الحتة الجزء التجريبي اللي في التعليم خلصت، فهو هيبقى تعليم مش بديل، هيبقى تعليم كلاسيكي أو سائد أو أعتقد إنه كمان ما اتناقشنا فيها كتير، لأنها كانت حاجة شغلاني قوي. هو إيه البديل لإيه بالظبط؟ وفي غياب أصلاً وفي غياب، يعني ده يمكن حاجة من الحاجات اللي مثلا الجاست أوبزورفر كتبتها، ممكن أقرأ فقرة منها بس. إن كان في النقاش ده حوالين إحنا أصلا لسه بحاجة لمؤسسات تعليم بتأدي دورها يمكن، وبعدين ممكن نبتدي نتكلم. فإحنا بندور على التعليم الأساسي، عارف، الأول عشان نلاقي له بديل. بس كان بيشغلني دايما النقطة اللي كان أوقات عبد الكريم بيتناقش فيها حوالين لفظ البديل. احنا يمكن مش عايزين طول الوقت نتحط في البوزيشن بتاع الرياكشن ده لشيء، احنا ممكن نبتدي نفكر اصلا في من الاول في حاجة تانية. ممكن اقرا جزء من الجاست اوبزرفر كتبته. فاحنا كان عندنا عندك سكشن عايز تقراه؟ فاحنا كان في سلسله من 4 لقاءات اتكلمنا فيها عن اصلا فكره التعليم البديل او الموازي ده جوه اطار الفنون يعني. وكان حضرتها جيست اوبزرفر كتبت لنا نوتس عن السيشن اللي حضرتها. ممكن اقرا حته حتة معينة انت عايز؟ ممكن ابتدي الحتة اللي هي في صفحة 3 في البوكلت اللي اسمها موقعنا من الموروث. بتبتدي section what is radical about radical education that instead of a pedagogical initiative taking its inspiration from an established university it takes it from anarchist collectives. Or perhaps instead of treating the authority of the teacher as a given, the power dynamic is downplayed or wished into disappearance. Why radical education? Or rather, shouldn't we wish first for the orthodox, for the mainstream, or the conventional to exist before dreaming of its alternative? To acknowledge that if we must reference, copy, indigenize, converse with, or find inspiration in a global, abstract, international art world, it is perhaps more sober to align our positions with those who occupy similar ones to ours in their own contexts.
In an earlier draft, this text was written in Arabic, and its title was borrowed from a quotation by one of the participants, who, when asked to give her feedback on the text Noor had chosen as readings for the session, she simply said, "تعبت من radical education." I grew tired of radical education. السيشن دي كنا بنقرأ فيها ثلاثة تكستس. واحدة كانت بتتكلم عن الارت الارت سكول وتطورها. واحدة تانية كانت بتتكلم على تاريخ النوتنغهام فري سكول، وهي مدرسة خرجت فعلا من تاريخ الايديولوجيات الأنركية في نوتنغهام يعني. وكانت التكست الثالثة انترفيو بيتكلم عن السلف اورجانيز artist education projects. وكان في يعني كان في نقاش طويل حوالين ازاي ان كل حاجه من دول خارجه من سياق معين، لبعده التاريخي، لبعده السياسي، لبعده الاقتصادي، ولما نقراها احنا بقى جوه سياقنا احنا اللي ليه برضه تاريخه اقتصاده شكله ايه اللي ممكن هي كمان بتعمل بان كده عارفه اللي ممكن نلرن من الحاجات دي. ممكن اكمل. وكان برضو في خلال الـ بتكلم في ظل نفس الشابتر ده، كنقد ذاتي جدا لمفهوم التعليم البديل، كان في اسئله بتطرح مثلا زي إذا كان الفرق مثلا بين التعليم البديل والتعليم العام أو السائد مثلا هو الهرمية، فإحنا بنبني برضو التعليم البديل في معظم البرامج المستقلة التعليمية المستقلة بشكل هرمي، يبدو بيحاول يبقى غير هرمي، لكن بيفضل في الآخر في منتور، في مشترك، في مستشار تعليمي وإلى آخره. دي نقطة. النقطة الثانية كان ليها علاقة برضو بالتعليم البديل، وإن هو بيجي في مرحلة لحد ما مرفهة، إذا كان تعليم بيحاول يفكك، إذا كان تعليم بيعتمد على التفكيك، بيعتمد على التفكيك التعليم السائد، أو بيعتمد على تفكيك مواد تعليمية موجودة في تعليم سائد، إذا كان حكومي أو مشابه يعني. فبيجي فكرة التفكيك هنا كفكرة لحد ما أو مرحلة مرفهة، بأن أنت عندك already التعليم السائد اللي هو صلد جدا، اللي في مثلا متعلم في الجامعه مثلا، فمتعلم فنون في فنون جميله او في تربيه فنيه او في جامعه حكوميه، فانت متعلم منهج بالظبط، متعلم كانون معرفي معين مبني، ما بيتفككش، ما بيحصلوش اي يعني ما فيهوش اي اخذ وعطاء يعني، ولا تسال يعني، ولا يعني ما ينفعش تسأل في هذا المنهج أو تفككه يعني. فبتيجي مرحلة التعليم البديل، هل هي مرحلة مرفهة أو مرحلة تانية دايما؟ فأنت لازم يكون عندك محصول تعليمي أو كانون معرفي اوريدي كبير. مش بتكلم عن النقطة دي أكتر قد ما أنت بتخرج من تعليم حكومي، بتروح في الآخر برضو التعليم البديل بيحصل في سياق مؤسسي يعني. أنا أقول بالتأكيد هي من المرحلة المرفعة أو الحالة المرفعة يعني، كونها أول حاجة لازم تحصل في حالة ديمقراطية يعني، كونها مؤسسات سائدة ومقبولة، مؤسسات سلطوية ما تسمحش بمواضيع بره كده، إضافة إلى يعني أنا بصراحة أول مرة أسمع عن الموضوع ده، موضوع التعليم، مش أول مرة أسمع عن الإجابة الأخرى وكذا، كان عن طريق البرنامج الاتحاد الأوروبي للثقافة. فأنا برأيي بالتأكيد حالة مرفعة، بس هي طبعا حالة ممكن نتعلمها ونمارسها بشكل فيها ضرورية، بس هي بغض النظر الفكرة كانت إزاي يعني فرق، بغض النظر لو الفكرة خرجت عن حالة مرافقة، بس هي أظن التعليم الموازي ده حاجة. يجي مكان برضو في حالة لو في حد مشترك في برنامج تعليمي بديل مثلا، وما حصلوش إن هو كان عنده محصول تعليمي سائد، فبيواجه لو محتاج يفكك كانون معرفي،
مش عنده، فبيحتاج يعني فبيحصل عليه في نفس المرحلة اللي هو بيفككه. فبتبقى العملية التعليمية فيها خلل مثلا. ده سؤال برضه، هل بيبقى مثلا هل الواحد لازم يبقى عنده قانون معرفي سائد متراكم بعد كده يبدا يحصل عملية تفكيك، ولا عملية تفكيك دي لما تيجي قبل ما يبقى عندك اصلا محصول معرفي تفككه، هل ده بيعمل خلل ولا مش خلل؟ هو لحد ما بحب ان هم يجاوبوا على السؤال ده، بحيث ان هو بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد يعني في مننا كان كل خلفيه اذا كانت تعليميه او خلفيه معرفيه مختلفه. فمش عارف، حابب ابني على سؤالك ده وعلى اللي بقوله، من لو حد من الزميلات او الزملاء عايز يضيف على خبرته اذا كان حد تربيه فنيه او فنون جميل، او حد مثلا زي آية في الآية. أظن هو مش مقتصر على الدراسة التعليمية للفنون يعني، مثلا سنة الكونتمبري ارت يعني بقى بيز على ريسيرش وبيز على معرفة الشخص شخصيا يعني، عشان ما عندناش جامعة بتعلم نوع ده من الفن أو نوع ده من المعرفة، فهو بقاش مقتصر على فئة معينة أو فئة لازم تبقى دارس فنون جميلة أو تربية فنية عشان تمارس الفن، بقى مفتوح اكتر ومتوسع اكتر، عشان اغلبيتنا اللي بيمارس الموضوع ده اما شايف معارض لخبرات ناس تانية اما دور على الانترنت، فده متاح لاي حد ممكن يعمله. بس مثلا النقطه دي اتكلمنا فيها في برنامج كتير، وهي يعني خطر شويه، وهي فكره مثلا وجود الكرافت، ان انت مثلا يعني لو خريج فنون جميله او تربيه فنيه فتملك نوع انواع الكرافت، تعمل سيراميك، تعمل نحت، تعمل بينتينج، السؤال بتاع هل قد ايه ده مفيد او مش مفيد ما اعرفش، بس وجود الكرافت اللي هو بيديك لحد ما هي دي بالظبط التكنيك ده. انا مش في ورشه اصلا ولا اي حاجه، بس انا حاسه فكره التعليم الموازي ده الذاتي ده مهم جدا. انا متخرجه بفنون جميله واوريدي اصلا بدرس فنون جميله، انا فعليا ما اتعلمتش اي حاجه، انا 5 سنين كليه بعد ما اتخرجت انا ابتديت قلت يعني افهم ايه اللي حاصل، اي بي سي تاريخ فن ما اتعلمتوش في الكليه اصلا، مفيش. احنا بناخد قشور القشور، مش قشور القشور كمان، احنا ما بنتعلمش، والتعليم في الاغلب بيبقى اسلوب غلط، بيبقى على حسب الدكتور بقى مثلا هو عاوز يهزقك عشان يحسس ان هو لو هزقك هيطلع منها هيبقى فيه تنافس جواك فهيطلع منك حاجه. انا شايفه ان التعليم التراكمي اللي موجود عندنا من واحنا صغيرين لحد بعد ما خلصنا الجامعه هو اسوء حاجه، عشان البني ادم بيتفرج هو فعليا مش دارس حاجه، وفعليا مش فاهم حاجه، وفعليا عنده كميه امراض نفسيه غريبة بجد غريبة. انا بعد ما اتخرجت من الكلية انا في سنتين كنتين انا قاعدة بذاكر بس تاريخ فن، اكتشفت ان احنا اخدناه في فنون جميلة، المفروض ان هي من احسن الكليات والدكاترة عندهم حس فني وثقافي وايا كان زين بجد سمك جامعة كمان جميلة سمك. انا ممكن اقول حاجة اخرى عن دي، انا وقت الورشة اللي بنتكلم في مش جايه من كليه فنون، فوقتها قعدنا نسال الاشخاص اللي جايين من كليه الفنون ايه مثلا اكبر المشاكل اللي شايفينها موجوده في كليه الفنون، فكان واحد من الردود انه اكيد انه التركيز بيكون اكتر على التكنيك اكتر على الجزء العملي، انا فاكره ده اللي اتقال انه تركيز اكتر على الجزء العملي من النظري، وانه ما فيش اي انتجريشن للاثنين، فانا لو باخد تاريخ فن مثلا او باخد حاجه في النظري ما عنديش مساحه ان انا اطبقها في العملي ومنفصلين عن بعض،
فوقتها كان الرد انه طيب لو هو ده مثلا مشكلة كبيرة ليه في مثلا نوتنغهام فري سكول في انجلترا؟ اكيد انجلترا ما عندهمش فصل بين العملي والنظري، بس برضو في اكيد مشاكل تانية، المشاكل دي ادت لخلق البديل. فبرضو قعدنا نرجع تاني طيب هو ايه المشاكل اللي يعني بتطرح في البديل. فانا ده اللي بتكلم فيه انه كانت واحدة من المشاكل كذا، بس ده مش بيجاوب على سؤال انه هو لازم يخلق بديل. فهم قصدي؟ انه مش ده في الغالب يعني مش هيكون ده المحرك الاساسي اللي خلى البديل. طب ممكن اقول حاجه بسيطه عشان هو المحرك الاساسي اللي احنا نخلق بديل؟ اللي في الكليه العظيمه الحديثه كلها جميله بتاعتها، المفروض ان هي اول مدرسه تتفتح في مصر او تكتب اصلا، تقول ان احنا بنركز على التكنيك والشيء العملي اكتر من ده. مش لحد دلوقتي العالم متطور الى اقصى درجات، لحد دلوقتي في الكليات مش مسموح ان يبقى مستخدم مثلا ان حد يرسم حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، ما ينفعش يبقى معاه تابلت يرسم بقلم او اي مكان، مش مسموح باي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. مسموح انه على حسب الدكاتره الكبار الموجودين، المدارس القديمه جدا جدا ده في العمل هما بيتعلموا على حسب المدرسه القديمه وعلى حسب طريقه الفكر اللي هي اوريدي اتغيرت اصلا. بالنسبه للنظري بقى في مواد شبه مثلا حاجات ليها علاقه بتكنولوجيا رخام واخشاب، المواد دي فعليا نظريا ما اتغيرتش من 50 سنه ولحد دلوقتي بتدرس. فانت لما بتيجي كليه عمليه اصلا انت مش هتستفيدي بيها ولا في شغل ولا مجهود اكتر بكتير جدا. والشغل اللي انت هتنزيه في ساعتين بالنسبه للكليه انت هتنزيه في 3 ايام مثلا، وكونك في الحاجات النظريه في قشور بتتاخد في حاجات اصلا اختفت ما بقتش موجوده ليها علاقه بالماتيريال، فاكيد ده سبب من الاسباب اللي هو يخلقك بديل ان انت تروحي تتعلمي مع نفسك. طيب بس خبره الشخص ده لما تنتزعيه من السياق اللي هو بيتعلم فيه حرفه، بيتعلم فيه كرافت، وتحطيه في سياق تاني هو سياق نقدي، سياق تعليمي بيعتمد على البحث بشكل كبير، انت شايفه ده ايه اللي هيحصل؟ يعني الربط ده هيحصل ازاي؟ الشخص ده ممكن اصلا يتجمد في مكان وهو مش عارف يتعامل ازاي، انه الفرق ما بينهم كبير. فانا شايفه انه فكره ان هو يبقى بديل هو ممكن تكميلي او اخر اصلا، فاهم قصدي؟ بس ما يبقاش ان ده البديل، بس الشخص اللي انت هتشيليه من مكان هو بيدخل يعمل خزف، هو بيتعلم خامات، بيتعلم بينتينج، وفجاه تقولي له فكر في نص. هو مش عيب يعني ان هو يعني درس ارت او دخل كليه جميله، او ممكن يكون هو ده اللي وداه اصلا السكه دي، بس هو لما راح السكه دي ما فيهاش حاجه ان هو يطور او شيء مميزي او حاجه. لكن ما نجيش بقى كل الاكسبيرينس دي وما فيهاش حاجه اصلا. انا دارسه انثروبولوجي، انا اتعلمت ان ما فيش حاجه الانسان بياخدها بيتلقاها او بيقولها على كلامك وكلام انجي. يعني ان وجهه نظري الشخصيه وهو كانت موجوده في الحوار اللي بينا، ان كان ان بالنسبه لي بصراحه مشكله كليات الفنون، واقدر اتكلم مثلا على كليه التربيه الفنيه مثلا بما اني درست فيها، المشكله مش متعلقه بالمنهج من وجهه نظري الشخصيه جدا، مثلا المشكله متعلقه بالذات بتناول المنهج واسلوب التدريس نفسه. المنهج مثلا نظريا في مواد زي الاستاتيكا او في تاريخ بعض من مناهج تاريخ الفن، كمنهج جيد يعني مش 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 اشكالي يعني، ولكن ازاي بنتناول المنهج، ازاي يعني بنتعاطى مع المنهج اللي بين الطالب في ظل هذا المنهج وبين الاستاذ اللي بيدرس له. فما بحس ان في الاخر يعني بطلع بفكره ان مش المنهج هو المشكله، ربما يكون اسلوب الـ 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 التدريس او اداء التدريس. وبتاخدني نقطه دي نقطه ثانيه، وهي فكره ان انا مثلا او اي حد بيدرس في فنون جميله او تربيه فنيه او كذا بعد كده بيبدا ينخرط في برامج تعليميه بديله، وبينخرط فيها كانها هي يعني بتجوب ما قبلها، يعني وكانها ده كل اللي اتعلمته بكده لازم يتمسح تماما، لانه غير مفيد في مثلا في سياق الفن المعاصر، او غير مفيد في سياق التعليم البديل او طرق التفكير المعاصره.
بحس ان هنا الاشكاليه بتحصل. لكن لو انا ببني عليه او بعتبره مكمل، يعني زي ما قلت انجي شويه الكلمه ان هو مش يعني مش بديل لكن ربما يكون مكمل، وحط تحت كلمه مكمل دي يعني 50 خط شويه برضو، فاميل ممكن اميل الى فكره الاكتمال او التكميل او الامتداد ده اكتر من فكره القطع. لان اتفضل. ان جزء من تطور او حاجه بشكل مبسط جدا يعني لموضوع انه في طالب، في شخص بيطلب حاجه، و سواء بقى هو بيطلب تعليم بديل او تعليم عادي او تعليم سكر او اي حاجه، ففي الاخر مش كل واحد، كل طالب في تجربته اللي هو خدها دي خلق تعليم بديل، بمعنى ان هو ممكن مثلا الطالب ده اللي هو بي 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 بيسعى لشيء، بيطلب شيء، عطشان جعان، قرر ان هو هيدخل يتعلم حرفه وهيتعلم وهيقرا معاها حاجه وهيجرب حاجه وهيدرس حاجه تانية وهيتكلم مع الشخص ده عشان هو بيثق فيه. فهو كده خلق اصلا المنهج بتاعه اللي هو متكون من تعليم، هو تعليم بديل، هو عمله في الاخر، هو خلق لنفسه الكانن بتاعته اللي هي جواها. مثلا في حاله انه درس سينما فهو اتعلم اماكن الكاميرا والضوء وكده الكلاسيكي الامريكاني بتاع هوليوود، واتعلم معاه كمان حاجه هو قراها فلسفيه، فهو خلق التعليم البديل بتاعه. فانا مش فاهمه يعني احنا انا مش فاهمه ليه ممكن في الاخر هو اول ما الواحد يقرر ان هو خلاص درس، هو خلاص بطل يكون طالب، فهو وقتها مش بيتعلم، فهو وقتها هنا في المشكله. انما طول ما الواحد معرفش لو انا بوصل دلوقتي الكونكلوجن غلط ولا لا، بس يعني انا بشوف انه كان مفيد قوي ليا مثلا، يعني انا من ناحيه شخصيه ان انا اتعلم اتعلم من حد بيوريني في السينما ادت غلط ويقولي دي غلط، دي معموله غلط، ويورياني كذا مره ويقولي دي غلط، واضطرك في الامتحان دي غلط، واطبق بالطريقه اللي هو عايزها عشان انا انجح، عشان انا درست الكانون ده في الاخر، انا اتعلمت الفكر ده. وفي نفس الوقت برده بيفرق لو انا اتعلمت من واحد السيستم نفسه اللي انا اتعلمت منه الطباعة بتاعته وشكلها عاملة زي هي، ملهاش علاقة خالص بالمنهج وملهاش علاقة خالص بالكتب اللي احنا بنقراها. وده هنا يعني انا بفتكر مثلا انه طريقة التعليم هي بتفرق، بس في الاخر انت بتتعلم منها حتى لو هي مشوهة وبايظة، فهي لسه هي مفيدة. مشهور ان انا احضر في معارض كتير، فدوت هو اللي كان بالنسبة لي مصدر التعليم، فانا مش عارفة ده نوعه ايه او نسميه ايه يعني. تحت بند التعليم البديل لو انا مش يعني لو حد عايز يعترض برضو ممكن. بس انا كنت برضو كان عندي سؤال شغالي شوية على الكريديبيليتي بتاعت الانستيتيوشنز، او مش عارف الكلمة العربي المظبوطة ايه، الكريديبيليتي، مصداقية، مصداقية لا بس انا قصدي كريديبيليتي من ناحية ان الشهادة اللي بتاخديها التوثيق بالظبط. ان اعتقد في ناس كتير قوي بتهتم ان هي تدخل كليات وما تتعلمش تعليم بديل على طول، عشان لان الفنانين برضو عندهم اشكاليات ان هو في الاخر مش هينفع يعتمد كليا على شغله الفني، ولازم يشتغل في الاخر برضو، او مش كل الناس بس ناس كتير يعني. فاعتقد ان هو يكون عنده شهادة من مؤسسة سلطوية ليها اهمية في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها زي مكان زي القاهرة يعني او مصر او كده. آه.
بالظبط. ما هي دي مشكله برضو، لان هي بتحصر الفنانين ان هم لازم يكونوا you go through this process عشان يقدروا يعيشوا في المجتمع، فاهمه؟ اللي هو سؤال احنا برضو رجعنا له كتير قوي، هو ايه الفن حاليا في لحظتنا دي؟ لانه في التفكير ان هو تعبير عن الذات، فهو بشكل ما انت مش محتاج اصلا، يعني مش محتاج شهادة، مش محتاج تعليم، ايوه. فهو مثلا هو زي يعني مختلف عن مثلا لما هتدرسي انثروبولوجي هنا هتحتاجي تعرفي لغويات المجال ده، بس الفن تعبير فكل حد ممكن يعمله بزاف، فده تغير انه الفن ليه منهجياته، ليه بالظبط. اه هي تراكمات تاريخيه طويله جدا، وهي زي الفيزياء، زي بالظبط بالظبط. واعتقد دي كانت جزء بيزوق، يعني بيعقد شويه نقطه احنا عايزين ايه من التعليم البديل في الفنون، لانه لو هو عن هذا التراكم اللي هو وبطريقه ما احنا يعني دي كانت حاجه احنا ممكن نفترض انه الفنانين اللي درسوا فنهم عندهم هذا التراكم، فاحنا بنبتدي ندخل معاه زي ما عبد الكريم قال في علاقه تفكيكيه، بس اللي بنلاقيه في الحقيقه انه التراكم ده ممكن في بعض الاحيان يبقى غايب، لانه على الرغم انه انه على الرغم انه الفن المعاصر حاليا بنفكر فيه من ناحيه بحث تفكيك وتفر، هو مازال اللي بيخرج من الجامعه هو خطاب التعبير، فانت بتعبر من خلال وسيط بالضبط من خلال بقى الجامعه زي فنون جميله او تربيه فنيه. يعني غزل لو تبصي للمسار التعليم، يعني الأكاديميات التعليمية الأوروبية مثلاً، بتحسي تشوفي إنه أنت بين فترة وفترة تحصل باراديجم شيفت بالموضوع، وده بسبب تراكم أفكار فلسفية وعن المجتمع وعن أنثروبولوجيا وعن كثير حاجات، ودي تؤدي إلى تغيير جذري بفكرة المجتمع بكاملها والفن جزء منه يعني. بس طبعا لما نتكلم عن الشرق الاوسط وكده احنا نايمين على نفس الحصيره يعني، الحمد لله والدنيا ماشيه زي الفل. بس بعدين انا برايي يعني هو التعليم البديل مش بالضروره يكون حاجه يعني هو مش بالضروره يكون حاجه في حاله تنافس مع التعليم السائد، يعني ده ممكن يكون جزء، ممكن يكون حتى من الموضوع، بس هي بالعموم مش بالضرورة انه كل تعليم او كل حالة من حالات التعليم البديل هي بالضرورة تكون عملية تفكيك، او هي ممكن حاجة تبص على ظاهرة معينة من وجهات نظر مختلفة، وممكن الناس تخرج من هناك بدون نتيجة واضحة جدا، بس هم مجرد ناقشوا عدة زوايا للظاهرة دي ومشوا البيت و يعني انطلاقا من لحد ما قرار يعني كده الحوار دايما بياخده ناحية ان الفن هو تخصص لحد ما، مش مجرد تعبير، يعني تعبير ذاتي بيحصل لوحده من غير اي سياقات تعليمية. فلو يعني لو هنعتمد يعني وجهة النظر دي بان هو الفن تخصص ديسبلين زي اي تخصص نظري له تاريخه وله برضو تقنياته النظرية وتقنياته العملية، واللي هو ارجع لنقطة الكرافت. ودي كانت حاجة بتحصل دايما يعني، او حوار دايما بيحصل بينا وبين بعض مع الزميلات والزملاء، بفكرة ان لو في حد بيشتغل حاجة ليها علاقة اكتر بكرافت زي سيراميك بينتينج او رسومات توضيحية، والسؤال دايما فكرة
اللي كان بتروحوه يعني، هل في الفن المعاصر يعني التقنية اليدوية أو الكرافت بتاخد مساحة بتاع من الفنان يعني، بقصد برضو الكرافت اللي بيعمله الفنان بنفسه يعني، فهل بتاخد مساحة في الفن المعاصر وفي التعليم البديل ولا لا، ولا بيحصل نوع أنواع التجاهل للكرافت بما أنه مش لا يليق بالفن المعاصر يعني، وبأشكاله النظرية وأنه قايم على أكتر على تنظير وبناء نظري مش بناء يدوي يعني أو حرفي. الحالة دي اللي تتكلم عنها اللي هي انه الرسم تقريبا بدأ يختفي كده، بس بعدين حصلت كده موجة جديدة وكده، والرسم رجع للأكاديميات بزخم فظيع، بس طبعا مبني على معايير الفن المعاصر وازاي الفن المعاصر يعني، هو ما رجعش كبينتينج كده، بس هي انا برايي انه الموضوع ده اللي هو الكرافتس والحاجات اليدويه او الرسم او الحاجات اللي هي ملموسه يعني والتنظير، وساعات بننسى او يمكن احنا بننسى ان برضو التعليم البديل له سلطه او له يعني رسمية في حد ذاته، اللي هو مثلا لو انت هتعتبر نفسك فنان يعني او فنان معاصر يعني لازم تخش مثلا حتة التنظير، او لازم تخش مثلا اللي هي الالترناتيف انستيتوشنز اللي بتحاول تقاوم بشكل ما الحاجات الرسمية. وقد ايه يعني انا عايزة اسأل، عشان انا يعني عمري ما دخلت منهج الترناتيف، فعايزة اسأل قد ايه انتوا حاسين ان التعليم البديل ده له حدود في ان هي رياكشن ما، وهل ده يعني بيمنع ان الواحد يعني المصدر نفسه هو بديل، فالمصدر ان هو رياكشن لحاجة تانية، فالرياكشنري تفكير بيبقى له حدود، والحدود جاية من ناحية ان لا احنا يعني طول الوقت ما بنعملش حاجات إيجابية بشكل إن إحنا بنقدم حاجات جديدة قد ما إحنا بنرد. فمين قصدي؟ فأنا مش عارف. قصدك وكأننا بنرسبوند للتعليم العادي بالتعليم البديل؟ يعني هو رياكشن أكتر من هو بوزيتيفست. مش فعل إيجابي يعني. يعني قصد لو انت بصيت على منطقة جغرافية اللي هو التعليم الأكاديمي الفني أصلا يعني محتضن كل النظريات المعاصرة عن الفن، فبالتأكيد التعليم البديل حيكون يعني بوزيتيفيزم، فهماني؟ بس أظن في حالات تانية اللي الموضوع ده ما حصلش، اللي إنه ما حصلش يعني بالحالات اللي الأكاديميات ما تبنتش نظريات تعليمية معاصرة، فالموضوع يمكن يكون أكثر منه خناقة، فهمة صح؟ بس أعتقد السؤال ده مهم جدا يعني، واحد لازم يفكر إنه ده صحيح ده صح، بس يعني يقول لك في الجحيم في كده مستويات كده يعني قصدي في
بس انا حاسه في حاجه موجوده واحنا بنتجاهلها. ممكن نور وعبد الكريم يكلمونا عليها عشان هم كانوا في المرحله دي، احنا جينا المرحله اللي بعدها. ان البرنامج ده كان رد على ازمه موجوده معينه، بس هم يشرحوا عنها اكتر. يعني هو ما كانش، يعني البرنامج ده ما كانش رد على انه فنون جميله وحشه مثلا يعني خالص، هو كان رد على اعتراض على منتج فني طالع في وقت معين في حاجه ناقصه، فهم يعني او هم هو يصلح عليا يعني. لا يعني هو في، احنا هنخش كده في يعني في بناء البرنامج والاسئله او توجه البرنامج يعني. ولو ما كانش معني، ما كانش عندنا اسئله مثلا معنيه بما هو الفن المعاصر مثلا، يعني عمرنا الى حد ما الكلمه دي ما كانتش موجوده في ادبيات البرنامج يعني، ولا بوسيط معين او بتوجه حتى فكري معين للتناول. لكن اكيد كان عندنا محدوديات او حاجه بنحد بيها علاقتنا ببعض، وهي مثلا العلاقه بين الفنان وبين المنتج مثلا. ده كان نوع من انواع الاسئله اللي كانت لازم تبقى واضحه دايما او لازم بنجاوب عليها. اي حد فينا بينتج اي شيء في خلال البرنامج او بينتج حتى مراحل انتاجيه يعني، بيحاول يجاوب على السؤال ده او بيشتغل على الاجابه على السؤال ده. ايه العلاقه بينه وبين الموضوع، محل الانتاج او طريقه التفكير او كذا. في سؤال تاني بصراحه برضو كان من اسئله اللي بنحاول نحد بيها برضو العلاقه بينه وبين المنتجات، وهي العلاقه بين المنتج وبين المحيط. الأسئلة زي اللي هو ليه دلوقتي، ليه هنا. فلكن يعني أرجع للنقطة الأولانية تانية، لكن كنا في تركيز برضو إن إحنا زي قلنا ما بنتكلمش فكرة إن في توجه ليه علاقة إن ده فن معاصر أو مش معاصر، فبالطبع ملوش أي علاقة بالوسيط. بتعمل بينتينج، بتعمل نحت، بتعمل مسرح، أي حاجة يعني. مش ده هو سؤال محل، مش محل ان ده معاصر ولا لا، بس طبعا في محل برضو سؤال اللي هو ليه الوسيط ده يعني، اللي هو سؤال بتبني عليه بنفسك. فدي التوجهات. تحب دي في حاجة كان يمكن برضو حاجة من انا في رأيي هو كان توجه شوية ان احنا نبتدي نفكر في المساحة اصلا، مش بس كمساحة ان احنا بنتعلم فيها فن يعني، هي برضو مساحة اجتماعية ليها شكل معين. فمن هنا جت فكرة انه نفكر بقى في حاجة زي الهرمية او ان هي تبقى حاجة هوريزونتال اكتر. تبقى هوريزونتال اكتر هيبقى شكلها عامل ازاي نخلق كوميونيتي معين بيشارك خبراته مع بعض بشكل ما فيهوش اللي هو سلطة منتور معين عنده معرفة والمعرفة دي بتدور بشكل معين يعني. وده كان بالنسبة لي حاجة برضو مهمة في توجه البرنامج ده، ان هو يخرج من بس سؤال عن بدافع انتاجي، ان هو يبقى طول الوقت فيه الدافع ده ان احنا بنخلق سياق بننتج جواه، بس احنا اكشلي بنخلق سياق بنعيش جواه بغض النظر عن احنا بننتج ولا لا لمدة الست شهور دي. فده كان بالنسبة لي حاجة مهمة برضو. ممكن نعمل نخش في موضوع تاني ونتكلم اكتر عن الورش اللي انت عملتها بتاعت القصص، العمل الجماعي، السرد الجماعي، وبعدين ممكن اقرا قصه نفسها. طيب تمام. في جزء اللي هو اسمه سرد جماعي، ده كان اوكي، ده كان نتيجه ده كان نتيجة 5 أيام من العمل الجماعي. الجزء ده أو الجزء ده جه كده نتيجة إن إحنا كنا بنفكر، لأن طول الوقت طول الفترة طبعاً في دايماً في تشارك وفي نقاش جماعي، ولكن قعدنا نفكر إزاي نحاول ناخد المفهوم العمل الجماعي بعيداً عن إن كل واحد بيشتغل على مشروع الفردي. وساعات بننغمس جدا في فكرة المشاريع الفردية، فكل واحد مركز قوي في مشروعه في استوديو بتاعه، فازاي نرجع تاني لفكرة الأعمال الجماعية ونحن نشتغل مع بعض يعني كلنا.
فعملنا قمنا ببروسيس انا مش هتكلم عليها بصراحه لان هي ليها يوم في البرنامج، هتلاقوه يوم نتكلم على الاعمال الجماعيه، لان هي كنا بنحاول نخلق فيه زي كريتيريا او ادوات او مفاتيح العمل الجماعي بكذا منظور. فده مش هتكلم عليه قد ما هتكلم على النتيجه اللي هنا. فاعتمدنا طريقه ليها علاقه بالسرد، بانه احد ادوات اللي احنا ممكن نشتغل عليها جماعيا. فقمنا باول تمرين لو هنسميه، بان احنا كلنا البروسيس كانت كالاتي في القصه اللي هي دي. ان البروسيس كانت كالاتي، ان احنا معانا تايمر بيرن كل ربع دقيقه 15 ثانيه. انت في خلال 15 ثانيه بتبدا تسرد، وبتنتهي سردك لما بترن 15 ثانيه، فبيبدا اللي جنبك بيكمل بيكمل بيكمل، فبيبدا فكره لحد ما بيبدا يظهر كده معطيات يعني ليها علاقه، انا ببني على اللي جنبي وبسلم اللي جنبي، ولا بقطع وببني حاجه، بس كلها دايما كل المعطيات هي ايمن انا هبني عليك يعني. ففيها نوع من انواع بصراحه يعني من وجهه نظري انك ازاي بتاخد الحاجه مش لوحدك، دي مش قصتك، دي قصه انا واحد من ضمن 12 او 10 قاعدين بنعملها. فبتنسى الجزء اللي هو الانوي ده بتاع الفنان، يعني ان هو مشروعي ان انا هشتغل عليه، فبتبدا تبني عليها. فده كانت القصه دي. بعد كده متقسمنا لمجموعتين، كان معانا الخريطه، كل واحد كان معاه الخريطه اللي هي موجوده، مجموعه ا مجموعه ب، وابتدى ينزل بمعطيات معينه اللي هي موجوده في المكعبات دي، معطيات نظريه زي المؤامره، الحقيقه، المحيط، الزمان، المكان. وبنبدا كل مجموعه تشتغل مع بعضيها ان هم خلق قصه، والقصه دي قايمه على كل معطيات القصه التقليديه زي الاماكن والاحداث والشخصيات، بجانب طبعا الاثار التريسز اللي هم بيلاقوها وبيجيبوها معاهم وهم جايين. فلحد ما ده كان التمرين يعني، انا بشرحه يعني. بس فممكن مروان يقرأ لنا قصه. احنا كمجموعه بتاعتنا من المجموعتين، وهي كيف اسمها مقاي الادباء والمثقفين. كان اشرف فان جوخ الموسيقار لابس بدلته وبيسرح شعره قدام المرايه ويحاول يلاقي الابتسامه المناسبه لليوم، وبالفعل لقاها وهو متجه للمكتب. الف قطعه موسيقيه مميزه جدا. مكتبه في الشارع محاط بالقطط، وكانت القطط غالبا بتقرقط في خشب رجل المكتب. في مشهد موازي كانت سيدة شعرها أصفر تبدأ في الاستيقاظ صباحا، بصت لإنعكاسها في المراية ولفت العقد اللي بتحبه على رقبتها ولقت التكشيرة الصح بتاعت اليوم. اتجهت للعمل في كافيه ريش. فنجخ الموسيقار بعد ما راح المكتب وحط أكل القطط تحت المكتب بدأ ينفض، لزق إعلانات على الحيط عشان الناس تيجي وتسمع معزوفته الجديدة. عدل من مكان البرواز الفاضي المتعلق على الحيط ومسك فوطه الصفرة وراح على أول زبون وقال له أيوة باشا. أول زبون بصله وقال له واحد شاي سادة وشيشة معصر، وتحب تسمع إيه مع الطلب؟ موسيقى إيه؟ طلبي بسيط، شاي وشيشة. بدأت أزهق، بقالي 3 سنين بتسألني السؤال ده، إزاي تكلم موسيقار بالطريقة دي؟ أنا قدمت كتير لبلدي وأذان المستمعين. بدأ أشرف فان جوخ في هش القطط، بس هتكسروا المكتب. من مكان بعيد سمعوا صوت بيقول يا اسطى بلاقي ايه؟ قبل ما اجيب لكم الطلب في مقهى ريش، قبل ما اجيب لكم الطلب جاوبوا على السؤال ده، ايه اسامي 5 انواع من البيرة الفاخرة؟ ابتدوا بوم دو جور، كرويه، دي كلوزي. بعد ما فشلوا في اعطاء ال5 اسماء ذهبت للتناقش في امرهم مع اداره مقهى ريش. بعد بعض وقت الاداره قررت تقعدوا، بس لازم ارشكم بطلاق فاخر. ومرشتهم. نور، تحب ندخل؟
ندخل على بلاي ليست. لو تحب تقول لنا حاجه عن اصلا ايه البروسيس القصة دي، يعني العمل المجاني كان بشكل عامل ازاي؟ فاحنا كنا في حالة اللي احنا مستعدين يعني نستغل اي حاجة قدامنا، فصوت، صورة، حتة ورقة، اوبجكت لقيناه عشوائي في حتة، فبنتمشى من المكان للتاني ونبص على المنطقة وعلى حالة المكان وعن نوعية الناس وعن تاريخ المكان، وبنبني بقى حد يقول حاجه عجبته، حد اخد صوره ونبص الصوره دي ممكن ندخلها في القصه ازاي. فهي كانت حاجه بتحصل بروسس كده في وقتها زي ما بتيجي لغايه ما وصلنا للقصه دي. ودي كانت يمكن اول مره ننزل اصلا الجو المحيط حوالين الاستوديو ده، كان مفيد يعني في رايي، كان مفيد قوي. كان مفيد جدا حته ان ذا فيلد، يعني حاجه شغاله وانت بره، بدل ما تكون حاجه في بيتك وبس في افكار او اعتقادات وشغاله عليها، ان انت تكوني تشمي وتكوني في المكان نفسه، دي بتدي طعم او بتدي محتوى جديد اصلا لاي مشروع. مش شايفه ده مش هي مختلفه خالص عن انت ازاي اصلا بتابروت شغلك؟ يعني انت شغلك دي نوع من انواع ال، ما اعرفش، لو انت في شغلك انت نادرا لما تنزل الفيلد، هي فيها نوع شويه من انت بتشتغل مع مواد موجوده بصريا في محتوانا احنا. فمش كان بيشغلني انت ازاي بتشوف انه العلاقه ما بين البروسيس ده بتاع نزول الميدان او الحقل العمل يعني وشغلك انت او ممارستك انت. هقول لك ان في عمليه مثلا انتاج الفن على الاقل بالنسبه لنا تكوني كانك بتلبسي طواقي مختلفه. يعني انا دلوقتي هكون بستوعب معلومات، ببحث، لحظه اكون طفل مثلا عمال يطلع افكار، لحظه اكون عالم مثلا، او ان انا التركيبه المظبوطه بالظبط لما تخلص الشغل او حاجه. العمليات دي بتكون اعتقد تكون زي كده خطوات بعد ورا بعض، ولكن في الحاله دي كانت كل خطوه بتحصل في نفس لحظتها، فكل ففي التغيرات دي بتحصل في وقتها، مش لازم انك يعني عندك كل الادوار في لحظتها. برضه عشان يعني انا حاسه ان مش عارفه وسط البلد او الحته دي بقت فيلد فعلا، يعني بقت عالم افتراضي، مش حاجة حيوية الناس بتعيش فيها فعلا. يعني عشان معظم الناس بتيجي، يعني مثلا دلوقتي الناس اللي بيجونا من AOC بيجوا لتشني أول مرة ليهم في وسط البلد في القاهرة، هم عايشين هنا في الحياة فعلا. فا it's interesting يعني إن في relation ما اللي هو أنا outsider وداخل الموضوع، بس أنا عايز أعرف لو ده يعني العلاقة بين انتوا يعني كفنانين شغالين هنا والمنطقه اتطورت او اتغيرت في خلال الست اشهر، مش عارف يعني هل كان في تغيير ما بين انا سبجكت وبعدين بقيت جزء من المعرفش ايه، او في لسه اللي هو النظريه اللي بتيجي من بره كده، مش عارف. في حد يحب على علاقتكم بالبلد يعني، او علاقتكم بالمحيط كمان بتاع البرنامج يعني، عشان انا مثلا بالنسبه لي شخصيا علاقتي قديمه جدا بالبلد يعني، فبقالي كتير فاهم مفهوم طبعا، فعايز حد يكون علاقته شدوى اسماعيل بودي بوصل مش عارفة، بس هو انا يمكن كنت باجي من قبل، يعني انا من اسكندرية ودي اول 6 شهور اقعدها هنا، بس قبل كده لما كنت باجي بشارك في اي حاجة هي كانت بتبقى في وسط البلد برضو، بس يمكن انا فاهمة حتة ان فكرة ان انا حد ما بيبص من بره وبعدين انا بقيت في المكان هنا، هو دي كانت حاصلة غصب عني لان انا من اسكندرية، وحتى المشروع بتاعي نفسه كان عن حاجات
يعني كان عن المترو، فهي حاجه هنا قوي. ففي الاول كانت علاقتي فعلا زي ما انت بتقولي، لو حد كده بيبص من بره وشايف الحاجات كده بشكل غريب زي السايح شويه. وبعدين لما كنت بقعد مع نور وعبد الكريم فكانوا يقولوا لي لا يعني حطي نفسك جوه الحاجه اكتر بكتير. فانا مثلا كنت ساكنه في المعادي فبركب المترو كل يوم عشان اجي هنا الاستوديو، فكنت تقريبا بشكل ما هنا، فما بقاش الموضوع في حته ان انا شخص من بره، انا خلاص بقيت جوه ده يعني. والايفنتس كلها بتحصل في وسط البلد، بس برضو بحس ان وسط البلد نفسها هي بابل كمان يعني هي الايفنتس كلها والحاجات بتحصل فيها، بس هي برضو بشكل ما هي اللي معزوله كده عن باقي الحاجات. هو اصلا اسماعيل برضو عشان هو اصلا بيشتغل على انا ممكن علاقتي بوسط البلد اللي هي الحاجات اللي بشتغل على حاجات البابليك سفير والحاجات دي، فتواجدي في وسط البلد بشكل دائم او بشكل موجود للاسف يعني في مصر كلها الارت سين مختصره على الزمالك ووسط البلد، يعني مش حتى في مدن ثانيه او في مناطق ثانيه، لا هي مختصرة في وسط البلد والزمالك. فبشكل ما انا باجي وسط البلد كتير عشان كمية الاحداث او المعارض او اي توكس او سكرين بتحصل في وسط البلد، ففي علاقة ما بمكان وسط البلد. لو انا اشتغل على بابليك سفير فاشتغلت على وسط البلد، فده ممكن سبب الاسباب اللي انا شغال على وسط البلد او علاقتي بوسط البلد. انا كمان ساكن في حتة تانية خالص بعيد عن هنا، ساكن في تجمع خامس، فتقريبا باخد ساعة قبل ما اجي الاستوديو، فتقريبا بقضي اغلبية الوقت هنا في وسط البلد، بعد كده بروح انام بس في التجمع يعني. انا بالنسبة لي برضه ليا علاقة، بس انا بعتبرها يعني علاقة غريبة شوية بوسط البلد، وهي انه انا بدأت اعرف وسط البلد من قبل اصلا ما ادخل الكلية، من قبل ما اعرف ان انا ممكن ان انا ابقى فنانة اصلا او ان انا اعمل اي حاجة ليها علاقة بالفن. وكانت علاقه من نوع المنع شويه، اللي هو لا وسط بلد ايه، فيها ناس كتير بتفكر بطريقه غريبه، ما تنزليش ما تعمليش، فكانت فيها منع شويه، فده خلاني ابقى الموضوع مستفزني اكتر ان انا انزلها واشوف ايه اللي بيحصل. وبعد كده جت يعني على فترات عشت هنا ومشيت اعيش وامشي من هنا، وحسيت ان هي يعني صراحه ما حسيتش ان هي بتزيد لي حاجه على قد ما هي بتعطل شويه يعني كانرجي اصلا في المكان نفسه، حسيت ان هي شويه بتعطل يعني. يمكن هي اسهل مكان انك تقابل كل الناس فيه، اكتر مكان زي اسماعيل قال متمركز فيه اصلا المؤسسات الفنيه او الحاجات المهتمه بالفن المعاصر. ويمكن انا بحس ان هي يعني وسط البلد مهتمه ان الاماكن دي متوفره فيها اكتر مثلا من الزمالك. الزمالك موجود فيها الجاليريز بتاعت الكوميرشال ارت، اللي هو الجاليريز اللي بتبيع، مفيش مؤسسه فنيه في الزمالك مثلا على عكس هنا في وسط البلد. فبحس ان هو الليفل بتاع الانتلكتشوالز عالي فيها شويه عن اي مكان تاني، بس ده مش طول الوقت مفيد، اوقات كتير بيبقى بيعطل اوقات كتير بيبقى بيتوه، فهو مش طول الوقت مفيد. فعلاقتي بيها كده علاقه شائكه شويه، اللي هو كل ما اقرب بحس ان لازم افضل بعيده شويه عشان ما يعني ما توهش. بس انا بالنسبه لي العلاقه مع وسط البلد كمان بيدخل فيها يمكن عامل انه الرزنامة المرة دي مثلا سبونسرد بمهرجان زي وسط البلد للفنون، مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، هو برنامج مدعوم من قبل شركة زي شركة اسماعيلية مثلا اللي هي برضو تملك المساحة دي. في تغيير معين بيحصل جوه وسط البلد ليه علاقة برضو بدخول طبقة اللي هم الكرياتيف كلاس ده، وان احنا نبقى موجودين هنا بشكل ما ممكن برنامج زي كده ما كنش هينفع يحصل بدون انه ده من الدعم. بس هو برضو ان احنا نفكر في محيطنا كجزء منه، ان احنا نفكر في علاقتنا احنا مع الاشياء دي كمان، مع دورنا فيها، مع دور الفن فيها كمان، لانه نوع التغيير الديموغرافي اللي بيحصل في وسط البلد هو في عامل كبير منه هو الإعالة على الفن كطريقة للتغيير الديموغرافي ده.
فكان بالنسبه لي مهم مفيد. يعني يمكن في حاجه كمان في الستراكشر اللي عملها عبد الكريم للورشه العمل للشغل الميداني دي، كان بيدي لكل مجموعه فينا مكان ومكان تاني، وكان الاماكن الاثنين دول مختلفين من حيث تكوينهم الديموغرافي ومن حيث كل حاجة، يعني حتى التجربة الحسية اللي بتمر بيها جواهم. يعني احنا مثلا مجموعة اللي انا كنت فيها رحنا كافيه ريش ورحنا قهوة البستان، هم على بعد يعني سنتيمترات من بعض، بس تجربة مختلفة جدا. وكان ان احنا نقضي وقت ان احنا نفكر اصلا في الجزء الاجتماعي ده للمساحة للمكان لعلاقتنا بيه. يعني على رغم انك كنت روحت المكانين قبل كده بس ما كانش حاجة بتخطر على بالي، يعني كان في جزء كده اعتقد ده كان اصلا في التكوين، كان شيء ان انت بتبقى شرايح مكان او قد ما تبقى بين مكانين، زي ريش وقهوه البستان فيهم حاجه يعني في يعني هما جوه بعض. يعني قهوه ريش يعني حرفيا هي جوه زهره البستان، بس الاكسس ليها غير القهوه هما كان نفس الشيء بالظبط. فبس بقى الفيجن الشعبي للريش وفكره ان والاكسس بتاع انك تبقى في فريش ولا تبقى في القهوه مختلف من عناصر كتير طبقيا وادائيا وكل حاجه، فانت تبقى بين مكانين. فعشان كده كان التمرينين يعني في واحد فيهم ريش وقهوه البستان، والتاني كان بيلعب دور شبيه بس مغاير وهو قصر حليم والتكعيبه، واللي هو برضو ليها علاقه بالمكان الاكس بمكان التكعيبه، واللي هي طبعا عندك اكسس ليها تمام جدا يعني جدا. بنفس الوقت انت قاعد وراك سور لقصر حليم اللي هو عمرك ما هتعرف تدخله، يعني مالكش اكسس، بس هنا مش عشان طبقيا قد ما ليها بعوامل تانية يعني. بس في نفس الوقت انت كباحث في الحقل ده يعني هتبقى بين مكانين، ريش بستان او الحليم والتكعيبه. واللي هو برضو المكانين يعني او الاربع اماكن دول هم المحيط بتاعنا كبرنامج موجود، كبرنامج يعني برنامج بروجرام استوديو اللي موجود في عماره تبع اسماعيليه حوالينا ناس عمرنا ما كان لنا علاقه بيهم ومقفولين، فازاي تخلق علاقه؟ بس يعني مش يعني فعشان كده كان بالنسبه لي مش هيخلق علاقه بشكل ان احنا هنسوشيال انجيج مثلا، لانها ممكن تدينا اشكاليات اكتر من اللي موجوده، قد ما فكره ان انت تقدر تفكر في العلاقه. فمش مش لازم تتورط في او تبقى بتدي قد ما اكتر ما تفكر في العلاقه، طبعا بجانب ان هو عمل جماعي فاحنا بنفكر جماعيا في فيعني احنا اصلا من بدايه البرنامج كنا انا ونور وبدري بنفكر دايما في ازاي مش هن يعني انا غض الطرف عن فكره ان احنا موجودين في مكان وهنقعد 7 شهور في هذا المكان وحوالينا جيران وحوالينا محيط، يعني فازاي هنتعامل مع هذا المحيط؟ وكان ده دايما شاغلنا من الاول، يعني ازاي نتعامل مع هذا المحيط بدون اي مبالغات في المعامله اللي هو زي المكان بتاعنا. فبس يمكن ده حصل في السرد الجامعي. خدني النقطة اللي بدري كان بيتكلم عليها في الكونفرسيشن اللي حصلت ما بيننا، ان هو في الفاصلة كده ما بين هو الفنان مواطن ولا الفنان مش مواطن. فكان في تفكير انه السياق اللي بتظهر فيه الكلمة دي، انه كان عبد الكريم بيقول انه يبدو ان الفن المعاصر في مصر حاليا مرتبط ب5000 كلمة كل الناس بتنقي منهم اللي عايزين يخلقوا مشروع حوالين ال5000 كلمة، وبعدين بيحصل نقاش شوية انه اللي حصل كده نوع من انواع فصل ما بين كون الفرد فنان وكون الفرد مواطن عايش في مجتمع عايش في محيط ليه اهتماماته وليه قضاياه كشخص عايش جوه المجتمع ده هو بضرورة الحال يعني الواحد عنده مواقف من اشياء معينة، فازاي بتتحيد كل المواقف دي
يبتدي يحصل كده الفن في حتة معقمة اسمها المجال الفني أو مجال الفن المعاصر. فكان بالنسبة لنا برضو أنا دايما لما برجع لفكرة سواء العمل الجماعي أو العمل الجماعي جوه الميدان، يعني بحس إن هي بتربطني قوي بفكرة بدري عن إن إحنا نبتدي نفكر في الفنان كمواطن جوه سياق اجتماعي ثقافي سياسي جوه تراكم وموروث معين، وطول الوقت بتتفاعل مع الموروث ده. والنقاشات اللي دارت بالذات حوالين اصلا العمل الجماعي بالذات، يعني عارف ازاي نخلق اطر واساليب عمل بترجعنا ده لحته ان احنا بني ادمين جوه مجموعه، كانت مفيده جدا. يعني كانت كان واحده من اغنى النقاشات في رايي. يعني وفي سياق زي اللي احنا فيه، هي حاجة معلش لو ده شوية غريب ان انا اللي بقوله، بس هي حاجة فريدة، يعني حاجة مش بتكرر كتير، مش حاجة دايما بتتعمل. وده كان بالنسبة لي برضو حاجة خلتني افكر هي موقع البرنامج ده من برامج اخرى موجودة في مصر او المنطقة ايه، هل هو لحظة التأمل دي ولا هي لحظة التأمل بتنتهي. عارف ان هي احنا دايما بنرجع تاني للواقع، بنرجع تاني للانفراستراكشر. حد تاني كان بيتكلم عن برضو كتير، غالبا كل الجوابات اتكلمت عن احترام رأيي جوه المساحات التعليمية ده كحاجة بتأثر بتفضل معنا. هي دي يعني دي تقريبا من اكتر الحاجات المهمة، انه يكون في دايما علاقه كده رايحه جايه. كنا بنتكلم عن ده دايما بين الشخص اللي هو بيتعلم والشخص اللي هو بيقول له. عاجبني مثلا في الجواب اللي انا قريته ده ان هو يعني يتكلم عن تاريخه الشخصي، ازاي ده بيأثر في شغله، مش ان الشغل يبقى جاي كده من حته ما لهاش علاقه بينا. انا عارفه ان انتي مهتمه برضو بنوع فن بيخرج من التجربه الشخصيه، فمعرفش لو انتي بتشوفي ربط ما بين ده، وكمان مهتمه بخلق السياق اللي بيخلي ممكن ان احنا ننتج فن خارج من التجربه الشخصيه. هو انا بالنسبه لي هو ده اهتمامي اصلا في الفن، يعني ان احنا تجربتنا الشخصيه وتاريخنا، وان احنا نحاول الفن ده لطريقه نقدر نتواصل بيها مع بعض، مش تبقى حاجه بس يعني ماده او بنتفرج على جماليات بس، لكن ما بنقولش اي حاجه. يعني بالنسبه لي هي حاجه اصلا نتواصل بيها مع الناس، فده اهتمامي. بيشكر حد، يعني ان الحد ده كان بيقدر الوقت اللي الشخص ده فيه تعبان، ان هو اللي بيتعلم نفسه كان بيبقى تعبان في الفترة دي، فالشخص اللي بيعلمه كان بيقوله ان هو الاهم من الشغل نفسه ان هو يبقى عنده وقت ان هو يبقى كويس فيه عشان يقدر يشتغل. فيمكن ده برضو ليه علاقة بان هي العلاقة نفسها عاملة ازاي بين الشخص اللي بيعلم واللي بيتعلم، ان هي في حتى احنا كنا اتكلمنا في ده كتير، ان هي العلاقة بتبقى فيها جزء فريندلي كده، بس مش ان هو حاجة سخيفة او ان هي حاجة كده طف كده ملهاش روح، وبيبقى في جزء فريندلي، بس اعتقد ان هو مش كله برضو فريندلي، يعني بس في حته انه انا بني ادم وانتي بني ادم، فبيبقى في العلاقه دي بيننا، يعني فلازم اكون فاهمه انتي بتمري بايه عشان اقدر يعني اديكي حاجه، مش ان هو انا بديكي طول الوقت وخلاص ومش مهم انتي عندك ايه بقى. يعني جوابات يعني ممكن عن الحوار في الاول يعني هو شو رايك يا سيارة؟ حابب
حابب اعرف اللي حصل. انا شخصيا ما اعرفش يعني، انا قريت الحوار لاول مره في لما الطبع ده، بس ما كناش نعرف الحوار اللي بينكم بين بدري وعبد الكريم ونور يعني، فممكن تحكوا لنا اكتر عن الموضوع؟ لا 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 خالص، بس ممكن تحكوا لنا اكتر عن الموضوع. هو في يوليو كان في يوليو او في تاريخ ايه البتاع في يوليو قعدنا، وده يعني يوليو ده يعتبر كان يعني نص طريق البرنامج يعني، وقعدنا بنحاول نعمل كذا حاجة. اولا نسرد الخطوات اللي هي من اول ما سمعنا، اول ما مدعينا من مؤسسة، وهذه المؤسسة هي شريكة مؤسسة تانية، عشان نعمل نصمم برنامج هو جاي نتيجة مسابقة كانت بتحصل واتلغت، فدي حاجة بنلعب كنا بنحاول يعني نتكلم عليها، وهي ايه موقعنا من هذا الشيء، ايه موقعنا من المؤسستين، ايه موقعنا من الـ من الـ من الـ من الطريقة نفسها، ان هو في معرض اتلغى وبيتعمل بداله برنامج يعني، فبنحاول نفهم من بعض ونتحاور ونتناقش على موقعنا من هذا الشيء ده اولا. ثانيا بنحاول برضو نفهم ونتناقش احنا ثلاثة عن موقعنا ورأينا في مفاهيم لها علاقة بالتعليم والتعلم، من خلال ساعات من خلال افكار عامة مجردة، وساعات من خلال خبرات يعني، معظمنا خاض خبرات معنا في برامج تعليمية مستقلة يعني، فبنحاول نرفلكت على الخبرات دي، وفي نفس الوقت نقول ايه اللي بنطمحه يعني اليوم. شيء ثالث كنا بنعمله برضو ان احنا بنتكلم على المسارات، ان احنا من الاول خالص بنشتغل عن طريق مسارات تعليمية، كانت اربع او خمس مسارات بنقوم بيها احنا الثلاثة، فبنتكلم على بنحاول نعلق على المسارات دي وبنشوف بتودينا لفين يعني. شيء برضو رابع وخامس كنا بنحاول مادام احنا كنا بنعمل الحوار ده في نص الطريق في البرنامج، فكنا بنحاول نتخيل يعني، عارف يعني نتوقع ونخطط ازاي بقيه البرنامج بيمشي، وده ليه علاقه على فكره بان البرنامج دايما كنا بنقول البرنامج تعامل بطريقه ما بنقدرش نسميها يعني سلبيه او ايجابيه، بان البرنامج لو سمينا المنهج يعني هو ما اتعملش بعد كده في مشتركين جم التحق قدموا في برنامج ملتحق، هو اتعمل بالعكس، ان في مشتركين واحنا عارفين هم مين، وبنفكر في البرنامج من خلال طبيعه شغل العشر مشتركين، فاتعمل بالطريقه دي. الطريقه دي في الاول خالص وربما انا عن نفسي مثلا او معظمنا كان شايف ان هي طريقه غريبه، ان انت بتعمل انت بترجع بظهرك، بس بعد كده احنا شغالين اكتشفنا ان هي ليها ايجابياتها بصراحه يعني، ليها ايجابياتها يعني، ان هي انت عندك 10 مشتركين، عندك 10 يعني مشتركين عارف من خلال ملفاتهم يعني، من خلال الكلام معاهم طبيعه شغلهم، وبتحاول تاسس لبرنامج يعني يكون بتفاعل معاهم، واكتشفنا ان هي ايجابيه في وقت ما. اي نعم هي مش هتحصل بعد كده يعني، روزنامة 2 مثلا مش هيكون كده اكيد يعني، هيكون بالطريقه بالظبط. ليه بقى؟ لان واحنا شغالين بالطريقه العضويه دي اللي انا بحب اسميها يعني، هي كانت طريقه اورجانيك جدا، لان هي كانت بتنمو في خلال البرنامج، وكمان وحتى خلال البرنامج وشغال كانت المسارات اللي حطيناها بتتغير وبتاخد اشكال تانية، ومسار بيحل مكان مسار، ومسار بيتلغي مش يعني اعتباطا، انما نتيجه للافعال، نتيجه التفاعل اللي هو بيننا وبين الزملاء والزميلات. عايز تعلق؟ اتفضل. لا 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 بقول مش هنشتغل بنفس الطريقه، لان بعد الاستوديو برضو نفس البرنامج ربما عشان تخضيتي